لا تخاف من شي طالما انت معنا. اطمن، عن قريب رح نخلصك من هالشغلة. ايه وحياتك لترجع على ضيعتك وما حدا له عندك شي. انت بس مهلني يومين ثلاثة بالكتير. بتقصد انت متأكد انه ما رح يصير لي شي، ما هيك معلم؟ لك شو لي ساعة عم بحكي؟ كل شي رح يرجع مثل ما كان بالاول واحسن. يعني معقولة نتخلى عنك بعد كل شي قدمت لنا يا؟ خلاص لا تخاف، هاي الشغلة مسألة وقت وبس. شو لقيتوا بنتي؟ أنا بكون أمها لنيرمين. لهلا ما لقيناها. طيب قدرتوا تلاقوا مكان هالخاين زيدان؟ لساتنا عم ندور. لإمتى؟ مو على أساس ما رح ترجعوا بدونهم؟ طولي بالك علينا خالي. طيب ليش رجعتوا؟ خليكن عم تدوروا عليهم بالجبل. تركنا فرقة تانية هنيك، حسب المعلومات يلي بين إيدينا رح نلاقي معسكراتهم إن شاء الله. استعجلوا قبل ما يعملوا شي للبنت. الله وكيلك نيرمين ما عملت شي. اطمني إن شاء الله رح نلاقيها. إن شاء الله. قومي رشا. شو بدك؟ في مسؤول عم ينتظرك برا بده يشوفك بهالوقت؟ يلا امشي. ما قلتي لي مين هو؟ يلا امشي. استني هون. مين هالمسؤول هاد؟ هلا بتشوفي. الحمد لله العساكر هون، رح ينقذوني. عم تخبوا إرهابيين ببيتكم؟ لا والله أغبياء. لا والله يا سيدي الله وكيلك. والله نحن ما سوينا. وين خبيتوهم؟ ما خبينا حدا. وعم تكذب؟ أنا بورشك. طول بالك علينا. طول بالك
لكن هلا بتصيروا حبابين واوادم، وبعد ما نروح من هون بتصيروا بتساعدوا الارهابيين علينا، ما هيك؟ لا والله يا سيدي، نحن مستحيل نعمل هيك. قلنا ياكم خوني، تعرفوا لو الشغله بايدي كنت قتلتكم وخلصت هالبلد منكم يا اغبياء. انبطحوا على الارض، يلا يلا شمعوهم، يلا عدي لتحت يا سيدي، عدي بالارض على ما رجعنا. طول بالك يا سيدي، يا خواني انتوا عم تخونوا البلد، شو عم تعملوا؟ بعد هيك ما بيصير، شو عم تعملوا يا سيدي؟ بعد هيك عود معي، يلا يا سيدي ما بيصير. يا ربي لك عم لك، طول بالك ارهابي، لا تسمعوا ولا صوت. مين هاي؟ جيبوه بسرعه، طول بالك بسرعه. شو صار؟ وقفي عندك، بعد هيك يا خبير جود، يلا وراه. تفضل معلم. كيفك رشا؟ اهلين، مين انت؟ ما في داعي تعرفي اسمي، انا جاي لهون كممثل عن الحكومة. تفضلي ادي. وشو بدكن مني؟ بالأول بدي أتشكرك على المعلومات يلي قدمتيهن، استفدنا منهم كتير. تعرفي؟ عن جد أنا معجب بجرأتك، يعني اعترفتي لنا بكل شيء وما سألتي عن حالك. أصلاً أنا هلأ كتير مرتاحة، اعترفت بأخطائي، هذا الشيء صح. هلأ أنت بجوز مرتاحة بس نحن لا. يعني معقول بعد الخدمة الكبيرة يلي قدمتي لنا إياها باعترافاتك نقدمك للمحاكمة ببساطة ونخليهن يعاقبوكي؟ أيوة، وإذا أنا غلطت لازم أتعاقب، لازم العدالة تاخد مجراها. يعني حتى لو كانت عقوبتك السجن المؤبد؟ أنت شو عم تحكي؟ وين راحت البنت؟ بتدوروا عليها بكل البيوت اللي هون، يلا بسرعة. أمي، وأخيرا قدرتي تجي. يا أمي العساكر لحقيني. شو؟ فوتي العسكر؟ وليش خايفة بنتي؟ أصلا أنتي مو بدك تسلمي حالك؟ لا تخافي، ما رح يأذوكي. أمي العسكر عم يضربوا كل أهل الضيعة وعم يعذبوهم كمان. معقول عم يعملوا هيك؟ أنا شفتهم بعيوني عم يضربون لأهل الضيعة بالعصي، وقوصوا علي كمان، وكانوا رح يموتوني. افتحوا، اجوا افتحوا الباب، نعرف انكم بالبيت، خبي بسرعة. افتحوا الباب، عم قلكم افتحوا الباب. بعدي هيك فتشوا البيت. وين الإرهابية؟ وين خبيتيها؟ هاي بتكون بنتي، ما لا عاملة شي بنوب. وشو يعني إذا كانت بنتك؟ طالعيها أحسن لك، مو عاملة شي. ما أنت مستحيل تكون من العسكر، ليش عم تضربني؟ أنت بتصرفك هاد شو بتفرق عن الإرهابي؟ فرسي أحسن لك، قولي لي بسرعة وين مخبية بنتك؟ هي مو عندي، إجت لهون وهربت. لا تكسبي علي ولي، احكي وين خبيتيها؟ وينها؟ وينها؟ وين خبيتيها؟ قولي لي وينها؟ يا بتحكي هلا يا بموتك من الضرب. احكي وينها؟ تعوا معي. يا ربي ليش عم يضربوها؟ بصراحة انت ما بتستاهلي العقوبة هي اللي هي أقوى من الموت يا رشا، وأنا واحد من الناس اللي مقتنعين إنك ما بتستاهليها، ومنشان هيك أنا أجيت لهون لحتى أنقذك. ما فهمت عليك، كيف يعني بدك تنقذني؟ ليكي، أنتي كنتي مع العصابة يلي بالجبل وكنتي عم تحاربي ضدنا لسنين طويلة. بس أنا كنت بتنظيم إرهابي. آه إيه إيه مزبوط، يعني ما في فرق بين التنظيم والعصابة،
هذا الموضوع ما له مهم. أنا قصدي إنك تستفيدي من الخبرات والتجارب يلي تعلمتيها هنيك وتحاولي إنك تفيدينا فيها. يعني أنت لازم تعملي شيء. وشو بقدر أعمل وأنا بين أربع حيطان؟ هاي ما فيك تعتبريها مشكلة، وأساساً ما لازم تفكري فيها. أنا رح أحكي مع السلطات العليا ورح أحاول أقنعهم مشان نحل هالمسألة، ورح أعمل جهدي منشان يطلقوا سراحك بأسرع وقت ممكن. بس نحنا قلنا شرط واحد بس مشان نقدر نطالعك من هون. شو بدكن مني؟ شو هو الشرط؟ بدنا إياك تحاربي كل شخص عم يوقف ضد الدولة، وتعدمي كل واحد عم يوقف ضدنا من التنظيم وعم يحاول يهدد أمننا. وطبعا هذا الشخص نحن اللي بنحدد لك يا. أنا ما بدي لوت إيدي بالدم، بس أنا مستعدة إني حارب ضد التنظيم، لأنه هالتنظيم هو يلي خرب لي حياتي ومستقبلي. هدول الناس ما بدهم يخدموا الشعب الكردي، بالعكس هن بيتمنوا يخلصوا منا، وأكتر الناس يلي بالتنظيم هن الأجانب، وأنا متأكدة من هالشي. ولا فيني قلك ألف مبروك على حريتك، بس أهم شي إنك ما تحكي بهذا الموضوع أبدا مع أي حدا غيري، لأنه ما بدنا حدا يعرف بهالقصة، وما بدي إياك تنسي إنه أهم شي سرية بشغلنا، وهذا الشي فيك تعتبريه أساس شغلنا، لأنه إذا حدا بيكشفنا رح يكون في خطر على حياتك. مستحيل إني أحكي هذا السر لحدا، بوعدك. تصبحي على خير يا رويدة. رويدة فيقي، يلا قومي. زيدان أنا ما بدي أهرب من هون. وين بدك تهربي يعني؟ العسكر هجموا على الضيعة وعم يضربوا الأهالي ويعذبوهم، وقال عم يموتوا كل الناس اللي فيها. أي مزبوط، نحن مضطرين إنه نحارب مشان التنظيم، وأنا رح كون تحت أمرك. العسكر رح يهجموا علينا، نحن محتاجين لكل واحد بيقدر يحمل سلاح. معلم زيدان اجى المعلم وعم بيستناك. طيب جاي، روح انت. بعتوا لنا مساعد جديد بدل رشا، وانت رح تنفذي كل اوامره. يلا روحي تعرفي عليه. امرك معلم زيدان. يلا لشوف. يلا مرحبا معلم، انا مساعدتك رويدة. أيمن؟ نيرمين؟ إيه أهلا وسهلا معلم أيمن، شرفتنا. أهلين فيك. أهلا وسهلا رويدة، من هلأ ورايح راح يكون معلم أيمن مسؤول عنك. تفضلي خالتي خدي الدواء. وبشو بده يفيدني هذا الدواء يا بنتي؟ ما في شي بيداويني غير شوفة بنتي. طولي بالك إن شاء الله بترجع. خلاص أنا ما بقى عندي أمل، لأنه نيرمين هي اللي نزعت اللغم وهي اللي أنقذت الست رابعة، وأكيد هالحقير زيدان ما رح يخليها عايشة. دكتور طارق، دكتور طارق. خير شوفي؟ بعتني لعندك الأغا مشان تيجي تشوف أمك،
عم يقول انها تعبانة وعم تبكي طول الوقت. ديالا جيبي لي شنطتي بسرعة. لحظة بس. بتحب اجي معك؟ لا ما في داعي، اكيد هي متضايقة شوي. يلا تعال. يلا. ومن شو متضايقة بقى؟ هي نفدت من الموت وشافت ابنها، شو بدها لسه؟ خالتي أنا ملاحظة أنه كأنك ما بتحبيها للست رابعة، مزبوط هالحكي ما هيك؟ لا ما في شي من هاد، ليش لحتى ما أحبها؟ كأنه في سر بيناتكم ما حدا بيعرفه. ليش عم تحكي هيك يا بنتي؟ لا ما في شي. في العافية. يسلموا. خدي ماما. طيب نحن رح نخليكم لحالكم، يلا امشي مرتخي. يلا. على مهلك. ابني اللي مرضي شو؟ ليش ما عم بقدر نام؟ وكل ما بغمض عيوني شوي بشوف كابوس، وما بعرف ليش أنا خايفة كتير وحاسة إنه رح رد أرجع لهنيك. لا تخافي، هاي كلها أوهام ورح تنسيها. شلون بدي أنسى؟ كيف بدي أنساهن وهني قراب مني ويمكن يجوا بأي لحظة؟ طيب أنت فيك تضمن لي إنه ما يجوا ويفوتوا علينا من هالباب وما ياخدوني من قدامك؟ ما بكفي أخذوا أبوك وأنا بهدلوني وعذبوني كتير؟ لإمتى بدي أستحمل هالشي؟ خلينا نروح من هون يا ابني ونهرب. ابني الله يرضى عليك، خلينا نروح من هون، ما بكفينا اللي شفناه بهالضيعة، خلينا نمشي. ما فيني اترك الضيعة. طيب ليش؟ قلي لشوف ليش ما فيك تتركها؟ شو فيها شيء أهم من أمك؟ ماما ما بدي إياك تزعلي، بس هون ما في دكتور غيري، وإذا حدا مرض ما في مين يداوي. أنا بتمنى أنك تبقي معي، بس إذا ما بدك فيني إبعتك على اسطنبول. أنا مالي رايحة إلا لحتى أخدك معي. ماما قلتلك ما بقدر، يعني شلون بدك ياني روح معك وزينب لساتها بالجبل مع الإرهابيين؟ وإنت شو عرفك إنه زينب لساتها عايشة؟ بركي كانت ميتة. صحيح ما بعرف، بس قلبي حاسسني إنه هي عايشة. صبي لي كاسة شاي نرمين. أنا اسمي رويدة، لازم أحكي معك. استني رويدة، هذا أمر، تعالي معي. ليش؟ أنا عم بأمرك، الحقيني ونفسي الأمر. نرمين انت شو عم تعملي هون؟ انت اللي لازم تقلي شو عم تعمل هون. نرمين جاوبيني على قد سؤالي. رشاد اغا كان بده يتجوزني وانا هربت من الضيعة مشان اروح على انقرة وشوفك واحتمي فيك، بس وقعت بايدين التنظيم، ومن هداك اليوم وانا بالجبل وكنت عم استناك، عم استنى ايمن اللي عم يدرس واللي رح يرجع يتجوزني، بس ما توقعت ابدا إنك رح تكون عايش بالجبل مع التنظيم. عن جد انصدمت كتير لما شفتك. معك حق، شو ما حكيتي أنا كذبت عليكي، بس صدقيني هي الكذبة مو مشاني، كذبت مشان شعبي. أنا بالصدفة تعرفت على جماعة منهم، ولما قلت لهم إني كردي قالوا لي أنت بالمكان الغلط وأنت هيك عم تسيء لشعبك، قالوا لي لازم تطلع على الجبل وتحارب مشان قضية شعبك، وأنا نفذت كلامهم
إذا بتسأليني تصرفي هاد كان صح ولا غلط، صدقيني ما بعرف، بس هذا طريق وأنا مشيت فيه. نيرمين، أنت ما غبتي عن بالي، وبحلف لك يمين إني كنت جاي أخطبك. عن جد عم تحكي؟ إيه. يعني كنت راجع تتجوزني؟ طالما هيك شو رأيك نهرب أنا وياك على الضيعة ونتجوز هنيك؟ يلا ولا عدو لوين؟ اللي شو كنت عم تخطط أنت وياها؟ شو القصة أيمن؟ على شو عم ترسمه أنت وياها؟ اللي شو ما بتعرفوا التعليمات؟ هاي آخر مرة، ها؟ ما بدي شوفك أنت وياها لحالكون. نحن عنا شغل وبس، غير هيك ما عنا. بانتبهوا على تصرفاتكن. معك حق زيدان، يلا انت روحي احرسي ورا ديك الصخرة. بدي اياكي تبعدي عن ايمن، ولا بقتلك وبقتله عم تسمعيه؟ امرك زيدان. منيح، هلا امشي معي تعي. اسمعي منيح، وليه انت معاقبة مشان هيك رح تحرسي بهالمنطقة. يلا وليه، يلا يلا لشوف. أمرك معلم. باقي الشباب بالحراسة؟ ايه وزعتهم كلهم على الحراسة، والله التعامل معهم مو سهل ابدا. صب لك كاسة شاي. لا يسلموا، انا طالع ارتاح شوي. ايه مو مشكلة. نرمين ليش تركتي حراستك؟ قلت لك خلينا نهرب من هون، بس انت ما جاوبتني. اللي انت موافق؟ لك انت شو عم تحكي؟ شلون بدنا نهرب؟ انت فكرة هاي شغلة سهلة؟ لك شو بدنا نعمل؟ يعني بدنا نضل مع هالظالمين طول عمرنا؟ ويدا، لك انت شو عم تعملي هون؟ انا شو قلت لك من شوي؟ شو انت ما بتفهمي بالكلام وليه؟ اسمعي، اذا بمسكك معه مرة تانية رح اقتلك. شو عم يصير؟ أيمن هجموا علينا. يلا يلا بسرعة، يلا قوام بسرعة. يعطيني ولا انتبه. دير بالكم يا رجال، سبوا يا شباب، دير بالك أيمن. يلا أنا حامي ظهرك محلي. عفواً حدا يجي من ورانا. غطيني غطيني منيح. ماشي لا تخاف، دير بالك. قدروا يحاصرونا، يلا عالسرعة خلينا ننسحب. يلا يا شباب بسرعة، خلونا نطلع. احنا حالكم انت وياك. يلا بسرعة شوي، بسرعة بسرعة. اوعي دير بالك. بترجاكم ساعدوني، الله يخليكم ساعدوني، رجلي عم توجعني كتير. خير يا خالتي شبك؟ طلعوا لي العسكر يا ابني، وخفت كتير وانا عم بهرب منهم. خلينا نمشي بسرعة، هلا بيجوا العسكر. رجلي يا ابني، نحن لازم نساعدها. دخيلكم ساعدوني. شلون بدك يعني اتركها وهي بهالحالة؟ أيمن العسكر جايين عم قلك. نحن عم نحارب مشان هدول الناس وهي بحاجة لمساعدتنا. رجلي دخيلكم، أنا ما فيني اتركها. ساعدوني يا ابني دخيلكم. الله طيب ماشي، لا تتركوني رح موت من الوجع يا ابني، ساعدوني يا الله يا ربي دخيلكم. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. لوين بدنا ناخذها؟ ناخذها على دكتور ضيعتنا. يلا خالتي هاتي ايدك. شو يا ابني؟ تشرب لك كاسة شاي معي؟ لا معلش عمي، ان شاء الله الست رابعة ما فيها شي.
أعصابها متوترة شوي، بدها ياني اترك الضيعة وروح معها. وانت شو قلت لها؟ يعني إذا عمك بدها؟ لا عمي مالي رايح. مرحبا يا جماعة. خير يا بنتي شو في؟ بس كنت بدي أسأل الدكتور على شغلة. احكي حنان. ولا شي، بس بدي أعرف في حدا سأل عن أبي؟ لا ما حدا سأل عنه. آه طيب ماشي. المختار صار له فترة مو مبين بالضيعة. بقى وين وأبوكي؟ ما بعرف، يمكن راح. طيب ما بتعرفي وين ممكن يكون؟ والله ما بعرف، أبصر وينه؟ بخاطركم. حنان طمنيني كيف الوضع برا؟ العسكر لساتهم بالضيعة. وفي حدا سأل عني شيء؟ لا بابا. ايه سألتي الدكتور؟ ايه رحت وسألته. منيح، أنا مو بالضيعة ها؟ بس في واحد سأل عنك. مين اللي سأل عني؟ عمي حميد، وقال لي أبوكي صار له فترة معلوم مبين، وبعدين كل أهل الضيعة عم يسألوني عنك. أوعك لك بنتي، قلي لهم ما بعرف وين راح، قلي لهم أي شيء خلصيني. طيب قلي أنت ليش عم تتخبى بابا؟ شو دخليك؟ روحي حضري لي لقمتين أكل، عصافير بطني عم تزازة، يلا نقعي. طيب ماشي رايحة. نزل يوم نفدنا، أكيد بكرة ما رح نفوت، والله لا تنزل كل المصايب على رأسي. شو أعمل؟ أنا نفذت وعدي إلك يا عمر، وكل الاتهامات اللي موجهة إلك التغيت. عم تحكي عن جد معلم؟ أنا وقفت كل الإجراءات القانونية وما في حدا رح يرفع ولا دعوة عليك، وصار ملفك نظيف وما في حدا رح يقدر يقرب عليك، وهلأ صار فيك ترجع على ضيعتك. صراحة يا معلم أنا حابب أرجع، بس صدقني ماني عرفان كيف. الكل عرف إني مع التنظيم، وكل العشائر صارت تعتبرني هلأ خاين، ومثل ما بتعرف ما حدا منهم رح يعمل لي قيمة. شكرا يا معلم، روحي فداك يا معلم، الله يطول عمرك. شكرا كتير، عن إذنك عن إذنك. يلا. ايه على مهلك. ايه دخيلك يا بنتي رح اوقع. وقف عنكم، من هدول ارموا سلاحكم بسرعة. يا ربي ارمي سلاحك. انا ما معي سلاح يا ابني. ارمي سلاحك. قولي حطوا سلاحهم بطحوا على الارض. يا ابني شبهك. اترك المرة. شبهك شو في؟ المرة مريضة ونحن اخدينها على الدكتور. انبطح على الارض اذا بتريد. عم قلك مريضة. عم قلك اترك المرة. تعي لهون. طول بالك شو بطلنا نكتب. راسو لا ايمن جوك البنت شو بدك فيها؟ ايمن خلك يا ابني. ايمن الله لا يوفقك. ايمن امشي. وليه عم اقول لك امشي معي. يلا 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 امشي. وليه يلا امشي. وليه لك يلا. ايمن وطي صوتك. وليه لك شو صار لك؟ لك تحيو علي وشي. قتلوا الشخص اللي بتحبيه وبعدين حاولوا يغتصبوكي. يا كلاب، لك انت دمرت حياتي. يا ميت اهلا وسهلا. تفضل تفضل. طمني دكتور. الوضع تحت السيطرة. منيح منيح. عود تفضل. اهلا وسهلا. مو رح نرجع الضيعة؟ ليش متضايق آغا؟ يا لطيف إذا رجعنا يعني خلاص فقدت احترام أهل الضيعة لألي. الأسوأ من هيك إنه العساكر عم يدوروا علي، يعني صرت مطلوب. هلأ نحنا رح نقعد بالجبل هالفترة وبعدين نرجع الضيعة. يلا خلينا نشوفها. شرف بعد هيك بعد ولا؟ شو ليش ما عم تحكي انت وزيدان؟ لا تكونوا متخانقين. هذا الزلمة حقير،
لا عاد تحكي معه. قلت لي أكيد اغتصبوها؟ أي من هالناحية اطمن. منيح. صارت جاهزة لنعملها تنويم مغناطيسي. وبس تفيق ما رح تتذكر غير يلي بدنا اياه بس. ما بدي تعرف اللي صار معه. بسيطة، عم تهربي مني ما هيك؟ يلا جهزوا حالكن، بدكن تنقلوها على المعسكر المركزي. يلا احملوها لشوف. حركوا يلا ولا وراي. شو بدكن؟ نقلعوا، كملوا تدريباتكن. يلا 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 امشوا. يلا شباب فوتوها لجوا. رويدة، الأخ بيكون دكتور نفسي، اجى لهون على المعسكر مشانك. على فكرة الدكتور عمل زيارة لكل المعسكرات قبل ما يجي لعنا، وعالج كل رفقاتك يلي كانوا تعبانين. هلأ اجى لهون خصوصي مشانك. طيب شو بده يعمل لي؟ سأليه هو الدكتور، ما في شي بيخوف. يلا خليه عالجك، روحي لعنده لشوف. يلا يلا رويدة لا تخافي، وسقي فينا خلص اطمني. قربي لعندي لشوف. اسمك رويدة ما؟ ايه. اسمك كتير حلو، تفضلي عادي.
الغياب. ممتاز، وهذا الصح. اوعيك تنسي شو عملوا بأيمن، ايه؟ لازم تنتقمي منهم، ولك هدول وحوش بيكرهونا. اصلا نحن موجودين هون لنساعدك بهالشي. بسيطة، انا بورجيهم. ايه لسا ما خلصنا. بدي اياكي تشوفي امك والعساكر ماسكينا وقاعدين عم بيطلبوا منا انه تدلن على مكانك. شوفي الدم يلي معبي وشها من كتر الضرب. ليكو شلون قاعدين عم بيكسروا عظامها وهي عم تتوجع. حسي فيها.